الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وسيدنا مولانا الإمام الحسن، وسيدنا مولانا الإمام الحسين، وأختهما السيدة زينب قرة كل عين، أولياء الرجال الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم أهل الأدب والوالد وأهل الحب وأهل الاحتفاء والاحتفال. قلت لأحباب سيدنا رسول الله، وأنا عايز أسمع رب السلام بصوت عالي من السميع والمحب لسيدنا النبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة الذكرى، في ليلة البر، في ليلة التكريم والوفاء، جئنا بدعوة شيخنا العلم القرآني الإذاعي حبيب الكل فضيلة مولانا الشيخ طه محمد النعماني صاحب الأدب والواجب، وأنا بقولها بملء فمي، محدش جه الليلة دي إلا محب، محدش جه الليلة دي إلا محب، وجاي بقلبه وجاي بروحه من حسن الطالع أن أكون بجواري نخبة من أهل المديح، من أهل الإنشاد، والإنشاد إرشاد. معايا أولا أخويا وحبيبي فضيلة مولانا الشيخ ممدوح أبو زيد، وده أحدث نجم مبتهل بإذاعة القرآن الكريم، نتمنى له دائما التوفيق والقبول، صلى الله عز وجل أن يفتح له. كذلك أيضا معايا أخويا وحبيبي فضيلة مولانا الشيخ محمد أشرف من أحباب المنايل مركز الخنكة، وهو من المادحين المخلصين المتقنين. معايا سيدنا الشيخ رمضان، شعبان ما يجيش من غير رمضان، ولكن أبويا الحاج عبد الجيد أهو قاعد أهو، أسأل الله عز وجل أن يرزقني بركته وبره، جاي النهاردة لأنه بيحب سيدنا الشيخ طه زي ما أهل البروفية كلهم بيحبوه، بل والعالم بأسره يحب تلاوة الشيخ طه النعماني. كنا امبارح في ذكرى عم الحاج صلاح نجم، والنهارده مشرفنا العمده عم الحاج حسين نجم، الحاج ابراهيم، الحاج صالح، والاحباب شرفونا. وابلغك يا سيدنا الشيخ طه تحيه استاذنا الاستاذ احمد نجم، كبير مذيع اذاعه القران الكريم ومدير التخطيط الديني بالاذاعه. ولكن مما اسعدني ان اقول بين هذه الوجوه النيره وتلكم القلوب الاشرقه التي اجتمعت على طاعه ربها وعلى محبه سيدنا النبي، ولا بد ان ابدا حديثي مهللا ومصليا على حضره سيدنا الحبيب، فمن صلى على رسول الله يتقدم برفع يده. طيب نهدي الى الحبيب صلاه بصوت عالي. لا اعلى من كده. اخويا اسلام حبيب الغالي، محب لسيدنا النبي بيشاركنا، وجاء في صحبة شيخنا عم الشيخ عبد الرحمن محمد بدوي، نفعنا الله به وبآل البيت آمين. صل على سيدنا النبي. استأذن احبابنا ان نبدأ، استأذن وبعدين ان شاء الله الانشاد ارشاد ورحم بيناه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الإيمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأرض قالت الأرض قالت الأرض قالت الأرض قالت للسماء 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 أتاني. الأرض قالت للسماء أتاني قمر أضاء بحسنه أركاني. هلا عرفتم من أريد بما أرى فاسمع لتعرف من حبيبك يعني. هو أحمد ومحمد والمصطفى والمجتبى هو سيد الأكوان. وأبى النساء رضاعة لمحمد وأبى النساء رضاعة لمحمد لليتم عنه دوارته أمضى. إلا حليمة إلا حليمة شركة تأخرت لم يبق لم يبق لم يبق إلا المصطفى المختار. إلا حليمة في الرجال تأخرت لم يبق إلا المصطفى المختار. رضيت وقالت باليتيم وسلمت رضيت وقالت باليتيم وسلمت فتنزلت في ركبها الأنوار. رضيت وقالت باليتيم وسلمت الله الله. رضيت وقالت باليتيم وسلمت رضيت وقالت باليتيم وسلمت وقالت باليتيم وسلمت رضيت وقالت باليتيم وسلمت رضيت وقالت باليتيم وسلمت.
رضيت وقالت رضيت وقالت رضيت وقالت باليتيم وسلاما زادت في ركبك الأنوار رضيت وقالت رضيت وقالت رضيت وقالت رضيت وقالت باليتيم وسلاما رضيت وقالت باليتيم وسلاما رضيت وقالت باليتيم وسلاما رضيت وقالت رضيت وقالت باليتيم وسلاما فتنزلت في ركبك الأنوار ترى مطيتك تسير بصحة والخير حل وحارت الأنظار وتكاثرت في ميتك خيراته نزلت بها وكأنها الأمطار هذا رسول الله مفتاح الهدى هذا الحبيب به القلوب تنار خش يا عم الشيخ ممدوح قول من هنا والله مش هتلاقي جمهور يرد عليك زي دول مش هتلاقي ناس محبين الا دول قول واشتغل وسمح حبايبك الفن والليلة كلها مدد وحب في سبب النبي شوف شوف الحب اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وافض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب الله 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 مدحت المصطفى بجميل قولي مدحت المصطفى بجميل قولي فعطر مديحه أحيا فؤادي الله 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 أيوة 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 عايشني مع سيدنا النبي أيوة مدحت المصطفى الله 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 قول قول كمان قول كمان فعطر مديحه يا Yeah.
ومدح محمد في القلب ضربي ومدح محمد في القلب ضربي وذكر محاسن المختار زادي. عليك الله أكبر الله أكبر. مدحت المصطفى بجميع قولي فعطر ومدح محمد في القلب ضربي وذكر محاسن المختار زادي. طلبت شفاعة في الحشر إني طلبت شفاعة في الحشر إني طلبت شفاعة في الحشر إني ألو بمن على فوق العباد إلهي 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 وأنت وسيلتي دوما مرادي. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. عم الشيخ محمد أشرف، بص يا شيخ ممدوح، انت لو فضلت طول الليل تقول والله الاداء ده احنا بنفتقده النهارده، لان ده شغل الفن الاصيل وده اعطينا كده الزمن الجميل. والله ربنا يبارك لك يا شيخ طه. والله فضلت الشيخ محمد اشرف وده من احباب المنايل مركز الخنكه، من الناس الموهوبين والمنفوحين بنفحه سيدنا النبي واهل بيته. مدد يا رب. يا مخلصا في ذكره. انا عارف انت هتنسيهم اللي احنا قلناه كله، انا عارف من قبل ما تقول. يا مخلصا في حبه. يا يا
مخلصا في ذكره أبشر بحسن المنقلب. بشراك دار كلها نعم وما فيها تعب. بشراك دار كلها وما فيها تعب. دار تحلوا أهلها فيها أساور من ذهب خدامهم ولدانها وجمالهم يشفي القرب. متربع على الأعتاب، متربع على الأعتاب، هتقولي غير كده. قول خدامهم ولدانها وجماله يشفي الكرب. الله لنا الله لنا الله لنا فلنا الهنا. الله لنا الله لنا الله الله لنا الهدى. الله لنا الله لنا فلنا الهدى. يا مخلصا في ذكره أبشر بحسن المنقلب. بشراك دار كلها نعم وما فيها تعب. الله لنا الله لنا الله لنا فلنا بشراك دار كلها نعم وما فيها تعب. بشراك دار كلها نعم وما فيها تعب خدامهم ولدانها وجمالهم يشفي القراب. الله لنا الله لنا الله الله لنا فلنا الهدى. خدامهم ولدانها وجمالهم يشفي القراب كاللؤلؤ المكنون في وطبعهم الأداء. الله لنا الله لنا الله الله لنا فلنا الهدى. يا خاطب الحور الحزان فأنت أحسن من خطاب. بالمهر عجل إنه وما فيها تعب. الله لنا الله لنا
سهل وما فيه تعب للمؤمن في الهدى وبسوط له كفا الطلب. قل يا كريم اغفر لنا، قل يا كريم اغفر لنا، قل يا كريم اغفر لنا، قل يا كريم اغفر لنا. قل يا كريم اغفر لنا، نحن العبيد وأنت رب، متواصلا بالمصطفى، متواصلا بالمصطفى. سيدنا الله عليك يا حفيظ الشيخ محمد، والله يا مولانا احييت قلوبنا. ماذا من نفحات سيدنا الشيخ محمد النعماني رحمه الله، كان يحب المدح. قول يا سيدنا سيدي رمضان. سيدي يا رسول الله صل عليه صل عليه. سيدي يا حبيب الله، سيدي رسول الله، لك يا إله العالمين دعاؤنا. الله لك يا إياك نعبد إياك نعبد والقلوب توحد بك نستجيب بك وجهة الله.
رب والرسول محمد يا جمال الحضرة النبوية يا جمال الحضرة النبوية يا جمال الحضرة النبوية يا جمال الحضرة النبوية مندوب الحضرة النبوية خبط على بابه الليلية مندوب الحضرة النبوية خبط على بابه الليلية بلغني سلام من سيدنا وحضني وبكالي عليا يا جمال الحضرة النبوية يا جمال الحضرة النبوية يا جمال الحضرة النبوية مندوب الحضرة النبوية خبط على باب الحنية يا جمال الحضرة النبوية مندوب الحضرة بأسراره غلية للنور من أنواره مندوب الحضرة بأسراره غلية للنور من أنواره مندوب الحضرة بأسراره غلية للنور من أنواره ودبالي أكون من زواره يا جمال الحضرة النبوية يا جمال الحضرة النبوية ونبال حبيبي في الحضرة اللي الأنوار مالية الصغرة ونبال حبيبي في الحضرة اللي الأنوار مالية الصغرة ونبال حبيبي في الحضرة اللي الأنوار مالية الصغرة ونبال بقول تليفون بباب السماء ما كنسلش وصاحبك ابن ابوك منه ما يسألش تليفون يا سيدي طار تليفون بباب السماء ما كنسلش وصاحبك ابن ابوك منه ما يسألش واللي انت بتأكله ياكل ما يش ياكل ما يش اللي انت بتأكله ياكل ما يشكرش بمكسب ربنا افتح ما تقفلش لكن ببال الخلق تقفل ما تقفل
مثل ما تفتحش واللي قصد ربنا عمره ما ينضمش وفي لحظة يجري الفرج من قبل ما ينشي. انا هسمع سيدنا الشيخ ممدوح ابو زيد الاول وانا معاك. انتوا وراكوا حاجه؟ وراكوا حاجه؟ الليله كلها حب لسيدنا النبي والله حتى مطلع الفجر. قول يا سيدنا الليله كلها بدت. الشيخ حبيبي يا شيخ حبيبي الله. انت يا شيخ هاجي هاجي يا سيد الله محمد انت محمد يا شيخ حبيبي الناس يا شيخ حبيبي الو الى حاجة بس أتشوف يوم القيامة الناس هتعمل إيه؟ الله سترك يا رب سترك يا رب. أتشوف يوم القيامة الناس هتعمل إيه؟ يا رب استر يا رب. في يوم شديد الحرارة في يوم شديد الحرارة أمّة عيسى تقوله أمّة عيسى تقوله اشفع يا عيسى اشفع يا عيسى اشفع يا عيسى يقول أنا بإيدي أمّة وذنبي لدى اتعاد
لو داء طعم الهوى مكان الشي لموني سيدنا الحسن والحسين بالحب جنبوني يا وسع جرحي علي والدواء ليك يا زمن يا رب سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله إني أحبك والمحبة مذهبي إني أحبك إني أحبك والمحبة مذهبي أنت الرسول وسيدي وشفائي ماذا أعدد من فضاء شمائل العظماء وأقمت مجتمع الفضيلة والتقى ودعمته بالعلم والعلماء شغل الناس شوي شيخ شعبان انا سمعتك من خمس سنين بالضبط بس انا عايز الشيخ شعبان بتاع خمس سنين فاتوا فهتشتغل ولا ايه ها يا رسول الله فايت
على الورد فايت على الورد فايت على الورد فايت على الورد على بحرين والله الشغل ده عالي قوي اسر السميع بس على الورد اللي قال لي قبل ما تكلم ساي عليك النبي لما تزور سلم حاضر يا سيدي حاضر ابدا هو فايت على الورد قال لي قبل ما تكلم ساي عليك النبي لما تزور سلم حبيبي حاضر كذلك سيدي أنت حسن وقولك حسن وفعلك حسن جعل الله أيامك كلها حسنوات على الورد لا 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 أنا عايز الكورد بقى فايت على الورد أنا عايز الكورد بتاع الشيخ شعبان عايز الكورد فايت على الورد اللي قبل ما اتكلم سيء وتسلم تبص ترى Oh.
الورد يا سيدنا خش. تيجي يا عم الشيخ طاهر، تعالى تعالى يا عم الشيخ طاهر، تعالى بس انت الدفع اهو. يا مواكب النور عالكم توفي، ويا دنيا ما تسحي بقى وشوفي. يا مواكب النور عالكم توفي، ويا دنيا ما تسحي بقى وشوفي. يا مواكب النور عالكم توفي، ويا دنيا ما تسحي بقى وشوفي. شوفي نور الزين الله الله بالروح والعين الله الله. شوفي نور الزين الله الله بالروح والعين الله الله. ومحبتهم بلسان شافي، يا مواكب النور عالكتوفي. ويا دنيا ما تسحي بقى وشوفي، يا مواكب النور عالكتوفي. ويا دنيا ما تسحي بقى بتوم بلسم شافي. يا مواكب النور عالكم توفي، ويا دنيا ما تسقي بقى وفي. يا مواكب النور عالكم توفي، ويا دنيا ما تسقي بقى وشوفي. وانا ده وانا قدام مقصرته الله الله، لما خد الاذن وزور الله الله. دي حبيبتي قلبي ومحبوبته، وشرب من بحر حنان صافي. يا مواكب النور عالكم توفي، ودنيا ما تسقي بقى وشوفي. فينا شجرة كلها نور، وفراش ما بطبابا طوفي. بينا يا شجرة كلها نور، وفراش ما بطبابا. مقامتهم معروفة وزهرة، مقامتهم معروفة وزهرة. دول آل البيت بنسل الزهرة، نسل الزهرة. دول آل البيت بنسل الزهرة، نسل الزهرة. Yeah.
عدوم بلسان شافي توفي بينا يا شجرة كلها يا نور وفراها شموع بتبانو توفي بينا يا شجرة كلها نور وفراها شموع بتبانو مقامتهم معروفة وزهرة بالآلة البيت نسل الزهرة نسل الزهرة جادو الزيت أصل الشجرة أصل الشجرة ومحبتهم بلسم رسول الله هدى 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 هدى